السلام عليكم، شكرا لكلام طيب اللي تخليوه لي دايما فيديوهات. شكرا كثيرا كثيرا، وشكرا لكم ابوني جداد، وشكرا للابوني عندي دايما قدام، وتحياتي اليكم. وبعد الفطور اذا فكنمشي نعطي الدجاج ياكلو، ومن بعد نغسلهم معان، ومن نغسلهم الاول عاد نديرهم في الاله، ومن بعد ملي تكمل صافي عاود نجبدوهم ونديرهم في الخزانه. وانا هذه الاله غير نخليها تشللو صافي، انا اللي غنغسلهم بالاول. ومن بعد كون طيبت في الفران التقليدي، كون طيبت فيه ما شاء الله كتجي به الحاجه زوينه لذيذه ما شاء الله. اذا من كيكون هكذا اللهب ما نديروش فيه حتى يكون صافي مشى كاع كلشي داك اللهب. ومن بعد كنت درت طيبت السمك الحوت ما شاء الله، كنت درته في الفران وكيكون لذيذ لذيذ تبارك الله ما شاء الله. وإلا بغيتو نخلي لكم الوصفات بالقناة ديالي وتشوفوا الفيديوهات بالقناة ديالي مرحبا بكم. وهذا الفران الفرن نتا فكنت كيكون فيها الخبز ما شاء الله لذيذ، ومرة واحدة ماشي بحال الفران وحده بوحده ولا وينو. اللي عنده الفران صغير، انا عندي الفران صغير، اللي عنده الفران كبير وحاجه واحده اخرى. وكيكون لذيذ تبارك الله ما شاء الله في واحد النسمه. ونوريه لكم هنايا، ها هو تبارك الله خفيف خفيف ما شاء الله. الا بغيتوا عاود الوصفات نخليه لكم بالقناه ديالي، عندي وصفات الخبز ما شاء الله اذا بغيتوا. وهو كيكون عاد هذا نتاع غدا ليه، ماشي نتاع اليوم وصافي، يعني نتاع النهار يعني غدا ليه، وكيكون عاد لذيذ تبارك الله وما يتفتت ما والو ما شاء الله وتبارك الله. شكرا للمشاهده، السلام. هنا غادي نبين لكم من كتكون الفخيز، مي كيكون الفخيز داير رخيص اذا فنشريوه ونخليوه في كونجيلاتور ونديرو به اللي بغينا مثلا، اولا في الوقت ديالو بعدا كنديرو به الكونفيتور وكلشي ما شاء الله كيكون لذيذ لذيذ ما شاء الله.